أجبرت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الكثير من المواطنين على ابتكار وطرح حلول بديلة تغنيهم عن دفع تكاليف مالية لسد احتياجاتهم الأساسية، وكما يقال الحاجة أم الاختراع. في قرية الرهيطة شرقي مديرية الوازعية بعزلة المشاولة في تعز، نجح الشاب مصعب حسن في ابتكار طاحونة صغيرة لأسرته من أجل طحن القمح وتخفيف تكلفة نقله وطحنه في السوق. اخترعت هذا الطاحون بدلاً أن أروح للسوق، إنما وفرتها في للمنزل بدلاً ما أروح للسوق. واختراعات يعني هذا من دست ومن سلف حق دراجة نارية، يشتغل بنظام 12 فولت بطارية دراجة نارية. طبعاً أنا اخترع هذا الطاحون، وطبعاً اخترع سيف قلب، واخترع يعني طائرة هكذا مصغرة صارت في المدرسة يعني شافوها الجهال الكل، واخترع برضه كاوية، ويعني كثير من الاختراعات فيه، بس اللهم على إمكانية لها. لو عنده إمكانية ممكن بيخترع أي حاجة، يعني بالنسبة له هواية في الاختراعات هذه. تتكون الطاحونة الصغيرة من أدوات متواضعة، أبرزها مروحة للطحن وإناء يجمع فيه القمح ويجهز لمرحلة الطحن المعتمدة بشكل رئيسي على بطارية الدراجة النارية. الصعوبة التي أواجهها أن عدم توفير الإمكانيات الصحيحة. لا أستطيع، يعني أنا في ريف لا أستطيع أن أوفر إمكانيات، وما فيش دولة توفر لنا إمكانيات، ما فيش منظمات توفر إمكانيات. هذا بقدر إمكانياتنا لي من قبل. لدي إعداد مليان اختراعات، لكن كل ما أروح أخترع فكرت طلع فكرة أخرب الأول وأقع اختراع آخر، وهكذا على هذا الحال. عشق الشاب مصعب الابتكار منذ طفولته من خلال التجارب التي يقوم بها في وقت فراغه، كالعديد من المواهب اليمنية التي تحاول التخفيف من معاناة أسرها ومساندتهم من خلال طرح الحلول والابتكارات المالية.